بس انت شلون بتفوت علي هيك يا وشاب؟ انا من اليوم ورايح هيك بدي فوت لعندك، عجبك ولا ما عجبك؟ شاهدوا الظهور الاخير للراحل زهير رمضان، كلماته تدمي القلب وكأنه كان يشعر بوفاته. لا تزال وفاة الممثل السوري القدير زهير رمضان المفاجئة تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي السياق عرض موقع فوشيا لقاء كان قد أجراه مع الراحل قبل فترة قصيرة من وفاته على خلفية مشاركته في مسلسل بروكر 2. الظاهر مغلط بالوصفة مشان هيك اتوكت. وخلال اللقاء تحدث رمضان عن الشخصية التي يؤديها، ولكن ما كان لافتاً هو حديثه عن الوطن الذي أخذ حيزاً كبيراً من اللقاء، إذ قال رمضان عندما كان يتحدث عن شخصيته: الوطن ما بينتسى، واللي ما بيكون مع الوطن في الظروف الصعبة سيلفظه التاريخ. اللي بده يهتم فقط بحاله وبده ينسى الآخرين وعلى رأسهم الوطن، الوطن ما بينتسى، واللي ما بيكون مع الوطن بالظروف الصعبة أكيد رح تلفظه التاريخ. كذلك وجه رمضان رسالة لبلده سوريا قائلاً: الله يحمي البلد ويعيدها إلى عز مكانتها السابقة. كما توجه إلى الأمهات طالباً منهن الاستمرار بإنشاء الجيل الجديد وبناء الوطن، لأنه يكبر بأبنائه وأمهاته على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الأمهات هن المدرسة الأولى في الوطن والمجتمع. مرحبا مرسوق. أهلين. خير، شو برأسك؟ ما في شيء، زحلقت بالحمام ونزلت على راسي. وأضاف: سوريا ولادة، وكما كانت مهد الحضارات والثقافات ستظل الأولى وهي الأم الكبيرة. هذا وتوفي زهير رمضان مساء نهار الأربعاء الماضي بشكل مفاجئ وظروف غامضة دون الكشف عن تفاصيل مرضه وسبب الوفاة. طابت فرنسي وقال بده بداله أبو عرب وكل المساجين اللي بالقلعة. ونحن شو دخلنا لك أبو جودة؟ دخلك ونص أبو جودة. وتعددت الروايات حول احتمال إصابته بفيروس كورونا أو سرطان الرئة، وذلك بعد أن تبين أن الراحل كان مصاباً بالتهاب رئوي. في السياق خرج شقيقه السيد ماهر رمضان عن صمته وكشف السبب الحقيقي للوفاة، وأوضح أن الراحل أصيب بالتهاب القصبات ما أدى إلى التهاب رئوي حاد، نافياً كل ما قيل سابقاً. التهاب رئة حاد عمل معه خراج أدى لاحتباس سوائل بالرئتين وتفاقم وتم تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في اللاذقية بحضور عدد من النجوم السوريين، الذي بدا عليهم الحزن الكبير لرحيل رمضان، حتى أن البعض منهم كان منهاراً. وانتشرت مشاهد من الجنازة الحاشدة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الرواد الذين أبدوا حزنهم على الراحل.